هلا البيئة الشامية مختلفة. هلا أنا إلي ملاحظات على زملائنا أحيانا إنه اللون الشعر كثير في ألوان مثلا ما بتزبط كبيئة شامية بهديك الفترة، لأنه هو تاريخ يعني تاريخه ما كانت هي الألوان موجودة أصلا. ومثلا حتى أشكال المكياج يعني الأوفرا بالرموش الأوفرا هديك الفترة ما كان أبدا. فلذلك في يعني في زملاء ما بيعملوها ما في مشكلة. هلا مثلا أنا واجهت مشكلة معي هنيك مثلا مع هنيك فترة الفرنسيين يعني بالأربعينات، كان مثلا الجيش الفرنسي في بعض مسلسلات لهم دقونة وسكازيك ما بيصير، هو بكل الجيش الفرنسي والحملة على سوريا بس ديغول كان مربي سكسوكة صغيرة يعني فقط لا غير. أما يعني النظام تبعهم السيستم تبعهم حليقين قيم بعكس الاتراك. هلا الاتراك تبع بالجيش تبعهم بيربوه دونه، فهي فتره زمنيه واحد بده يكون بيعرفها ودارسها. وبالنسبه للمكياج النسائي يعني انا مو مع الاوفرا ابدا، لانه بهذيك الفتره ما كان في اوفرا، في اوفرا بالحفلات شوي مو مثل ما عم بيعملوا الوان شعر احمر على بوردو اشقر اربع الوان، لا مو صح هذا الحكي بهذيك الفتره. هلا عم نشتغل بال 2020 2019 اوكي ما في مشكله، انا عندي هلا هون ممثلين خمس ألوان لون شعرهم ما في مشكلة، الرموش الأوفر أوكي، بس بهديك الفترة لا ما في أبدا. يعني النص لازم يكون قارينه ومفرغينه ومتناقشين مع المخرج، وأحيانا بنتناقش مع ديزاينر الملابس ومع الكوافير. يعني هي القصة مو ولا اطلاع، لا لازم نعرف الحقبة الزمنية الفترة الزمنية مشان نعرف بأي منحة نمشي. يعني هي بالنهاية اللي عم يقودنا الورق النص ومن ثم المخرج. يعني لاني انا شلون بدي اعرف العمل هذا عام 1920 مثلا؟ طب اكيد بدنا نقرا النص لنعرف باي مرحله الحقبه الزمنيه، لانه انت في تفاصيل بالنص بتدلك على كثير قصص. يعني انت مثلا في تفاصيل بيقولوا لك انه عمر البناء مثلا عام 1917 هذا البناء لازم يكون، خلص هيك ايدتنا وتقيدنا بفتره زمنيه بقى صرنا بدنا نمشي بقى موضه الشعر هذيك الفتره والمكياج والملابس والاكسسوار. يعني مثلا ب 1919 ما كان في ذهب مثلا ابيض، كله الذهب صفار، حتى بيقولوا له بالعاميه الذهب الحلبي الضارب على حمار. هيك الفتره الزمنيه صارت. فاي شيء مثلا اكسسوارات ولا مكياج ولا شعر بخالف هذيك الفتره انا برايي غلط. بس هي العالم يعني مو في ناس بقى بترجع، يعني انت بتشتغلي مع ديزاينر ملابس بيكون مثقف بيفهم بهي الفتره، وفي ناس يعني ما هيك بتصير. هلا بشكل عام مشاكل حقيقيه ما في، بس هو احيانا بيطول شوي النقاش مشان الشخصيه، بنكون راسمين شيء كماكير تصميم شخصيه. اذا الشخصيه بدها كاركتر معين، انا بقصد بالكاركتر مو شرط يكون كوميدي يعني، لا بس احيانا فتره من الفترات لازم تكون الحواجب مثلا عريضه، فتره من الزمان فتره الموضه فتره الزمان كذا لازم تكون رفيعه. يعني بتصير نقاشات، بس مشاكل حقيقيه لا ما في، لانه نحن جايين نعمل احسن شيء وهن جايين يطلعوا باحسن شيء بس بتناسب الفتره. هي نقطه كثير خطيره. بشكل عام يعني ما في مشاكل حقيقيه، نقاش هاي انا ما بعتبرها مشاكل اصلا، هي عم نتناقش فنيا، لانه بتعرفي نتناقش هو اصلا المشروع الفني جماعي يعني، ولازم يصير نقاشات واعطاء راي ولنوصل لصيغه كل الاطراف وموافقة على رأس الهرم تبع المخرج.